يغفر لنا ذنوبنا. نحن بشر يصدر منا الخطأ. الرسول قال كل ابن آدم خطأ. إذا صدر مني خطأ لا تتركني للشيطان، مد يدك لي ساعدني، انصحني، خذ بيدي. وإذا أنا شفت عندك خطأ ما أضرب عليك فيه وأسقطك وأجعلك في حساب إبليس، لا، بالعكس، لما أنت على خطأ أنا أتمسك بك أكثر حتى أعاونك شوية، أقربك إلى الصح، أحترمك أكثر لأنك تريد الطريق الصحيح، أحبك أكثر لأنك تريد أن تتوب وتصلح نفسك. وأنا أيضا لما تشوفوني أخطأت وأريد أتوب حبوني أكثر، لأني عاقل، لأني ما قبلت الشيطان انتصر علي مرة ما أسمح له ينتصر علي مرة ثانية، وإذا انتصر علي مرة ثانية أنوي أن أنتصر عليه في الثالثة، وإذا وسوس لي وانتصر علي في الرابعة أعزم على أن أنتصر عليه في الخامسة، وإذا بالخامسة نفس الذنب ونفس الشهوة ونفس المرض تسلط علي نفسه، ما أيأس، والله ما أيأس، لأن الرسول علمني إن الله لا يمل حتى تمل. أنا ما أمل من رحمة الله، ما أمل من مغفرة الله، ما أمل من الله يصلح عيوبي، ولذلك ما أمل لو ألف مرة، بالألف والواحد سأتوب إلى الله وأرجع إلى ربي، وهكذا لو العمر كله إلى فراش الموت، وأرجو الله أن ذاك أن يختم لي بحسن الخاتمة، لأني فعلت الذنب وأنا ما أريد الذنب لكن ضعيف، ولأني تبت وعزمت على أن أصلح حالي. والشيء الرابع والمهم جدا، لما تذنب وما يطلع عليك أحد بذنبك أو يطلع قليل ممن اشترك معك بالذنب، إياك أن تهرب من الصحبة الصالحة، إياك أن يضحك عليك الشيطان وتقول أنا غير صالح، إذن أنا ما أستحق سيتألأ، ما أستحق أكون لائق لهؤلاء أن أمشي معهم كرجل صالح. لا يضحك عليك إبليس، قل قبل كنت في صحبتهم ما أذنب، اليوم لما أذنبت أنا بحاجة أشد إلى صحبتهم، لأن يد الله على الجماعة، ببركتهم الله يصلحني، ببركتهم الله يأخذ بيدي، ببركتهم الله يعيني على عيبي ونقصي. ما نترك بعضنا، يدنا بيد بعض إلى أن ندخل على الله سبحانه وتعالى، وإن شاء الله على سرر متقابلين. ما نترك بعضنا، ما نتخلى عن بعضنا. لو تجيني وأشم رائحة الخمر في فمك والله ما أطردك، والله ما أحتقرك، والله ما أشوف نفسي أحسن منك، أقول والله أقسم لو تجيني ورائحة الخمر في فمك والله ما أشوف نفسي أحسن منك. يمكن اليوم أنت شربت الخمر وعرفت أنا بذنبك، بس أنت اشتعرف أنا إيش عملت وراك، يمكن عندي ذنب أكبر منك، ما نعرف. أمرنا لله، ونمشي في طريق الصلاح والتوبة والصحبة الصالحة، ولا تخلوا الشيطان يفرق بينكم، هذا ما سلم علي، هذا ما يحبني، هذا يسيء الظن بي، هذا ما يعمل لي شيء، هذا كله وسواس، هذا إبليس ما يقدر عليك، يجي يفرق بينك وبين أخوك، يضعفك، فلما يبعدك تغضب تزعل تبتعد يأكلك، صرت ضعيف، كان ما يقدر عليك، أنت مع الجماعة الآن ضعيف. وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية، الذئب يعني الشيطان، الغنم القاصية أنت لما تبتعد عن الصحبة الصالحة. قوة إيماننا بصحبتنا، بصحبتنا الصالحة. صحبتنا ليش صالحة؟ لأننا نتناصح، لأننا ما نداهن بعضنا بعض، لأن ما نجامل بعضنا، لأن دائما نحن مع الحق. والحمد لله هذه سنين من الصحبة، سنين من الصحبة ثبتت أن أخوتنا أخوة حقيقية، لا أحد بينا تطاول على أخوه، ولا أحد بينا حقد على أخوه، ولا أحد بينا كشف ستر أخوه أبدا. نحن في طريق صحيح، ونرجو الله أن يأخذ بأيدينا
يدعو بعضنا البعض، يحب بعضنا بعض، يصلح بعضنا بعض، وإذا انكشف عيب من العيوب على إخواننا نلتزم بالنصيحة، بالدعاء، بالكلمة الطيبة، ما نهرب ولا نحتقر المذنب، نمشي. البارحة كنت أحكي الأستاذ شافعي في برق، في قلت بعض الأحيان أهم في داخلي أن أهرب، أترك دار الحكمة وأروح، أنا ما أصلح أن أربي الأحباب وأعلم الأحباب، أنا نفسي ما متربي، أروح أرجع أجلس وحدي أصلح نفسي، يلا بعدين أرجع للأحباب. أرجع أقول للأستاذ شافعي، لكن سبحان الله بعد قليل أعرف أن هذا مو كلامي، هذا من إبليس. أنا لو رجل أصلح نفسي هنا، ليش أهرب أصلح نفسي هناك؟ الشيطان يريد يبعدني عن العمل الصالح، عن الخير، بحجة أصلح نفسي. والله ما يقدر يصلح نفسه مع الجماعة الصالحة، كيف يصلح نفسه وحده؟ البارحة الليلة الماضية كنت أحكي له، والله يا أستاذ شافعي بعض الأحيان أفكر في ليلة سوداء أهرب إلى العراق وما أرجع بعد، ثم أين يعني إذا هنا 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 الشيطان معي، في العراق الشيطان مو معي، هنا الله ربي، في العراق الله مو ربي، هنا أقدر أعصي، في العراق ما أقدر أعصي، نفس الشيء، لكن أسلوب من أساليب إبليس ليفرقنا حتى نضعف أكثر، حتى يأكلنا. نحن بشر، صحابة في زمن الرسول منهم من زنى، منهم من شرب الخمر، لماذا نزلت آيات الحدود والسارق والسارق وفقطعوا، ومنهم من سرق، بشر، نحن بشر، تجري علينا الذنوب، يجري علينا النقص، يجري علينا العيب، لكن ما نرضى به، بسرعة نستغفر الله، نتوب إلى الله، نصلح أنفسنا. نحن من أول يوم في صحبتنا تعاهدنا أن نخدم ديننا، وهذا الدين يستحق أن نخدمه بأيدي نظيفة. نحن لابد أن يدنا تتوسخ، نحن مو أنبياء، يجي الذنب لكن بسرعة نغتسل، بسرعة نتوضأ، بسرعة نستغفر، بسرعة نتوب، ونسكت ولا نجهر بمعصيتنا، لأن الجهر بالصغيرة كبيرة والإصرار على الصغيرة كبيرة، أمرين الناس يجهلوهم. تفعل صغيرة صغيرة، تتوضأ الله يغفر لك، تقول استغفر الله الله يغفر لك، لكن إذا تصير تعمل الصغيرة زمن طويل، الصغيرة بالإصرار انتقلت إلى ديوان الكبائر. تعمل صغيرة، استر نفسك واطلب من الله المغفرة. رأيت صغيرة عند أخيك، استره واطلب له ولك المغفرة. لكن إن جهرت بمعصيتك أو معصية غيرك ولو صغيرة، صارت عليك كبيرة، لأنك جعلت الخلق شهود عليك. عاد العدل يوم القيامة لازم يحاسبك، الملائكة والناس شهود عليك. لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. المجاهر الله ما يغفر له، هم تذنب، هم تتكلم، هم تذنب، هم تفضح نفسك، هم تذنب وتفضح الآخرين، هذا ما يغفر له، إلا أن ذنب يتمكن منك وما تقدر عليه، أنا ذاك أركض على طبيبك. طبيبك من؟ شيخك. شيخك لازم يكون عنده ستر من ستر الله، يسترك أكثر مما يستر نفسه. أمين. أركض إلى الطبيب لعله بدعاء منه، بكرامة، باستغفار، بنصيحة، الله يرفع عنك ما أنت فيه. وهذا عند الاضطرار، عند الاضطرار أركض بمرضك، لكن حاول أول مع نفسك، جاهد نفسك، تصلح نفسك بقدر الإمكان. بعض الأحيان شيخك يرسل عليك: تعال، تحسبني ما أشوفك؟ تعال تعال، هذا لا تفعل كذا، أنت عاق للوالدين. أنت كيف عرفت أنا عاق للوالدين؟ البارحة أنا فعلت مع أبي كذا. ما لك دخل كيف عرفت، تعال توب إلى الله من عقوق الوالدين، أنت قاطع رحم. تعال، أنت بالليل قايم الليل بس مو مع الله، قايم الليل مع فيديو وضيع، مع صور خليعة ما تليق،
هذه العين تنجسها، توب إلى الله. كيف عرفت؟ ما لك دخل، ما لك دخل، توب إلى الله وخلاص. فأتجي إلى أستاذك، أستاذك يتكلم معك. المهم نحن في طريق، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. لسنا أنبياء، لسنا أولياء، عندنا ذنوب، عندنا أخطاء، عندنا بلاوي، لكن نحن في طريق التوبة. نحن ما نرضى بالمعصية، ما نحب المعصية، نحن نفعل المعصية ضعفا من تسلط الشيطان علينا، من خطوات مرات تمزح وراء المزاح، تبدأ بالمزاح تنتهي بماذا؟ تنتهي بالمعصية. مرات في رواية، رواية من الروايات نقلها الصحابة رضي الله عنهم، أن رجل عابد كان يرقى امرأة مجنونة، رجل صالح عبد الله 60 سنة ويرقيها، يرقيها، يقرأ عليها، كانت مجنونة فيها مس، بدأ بالرقية، عمل صالح انتهى بالزنا، هو يرقيها اشتهاها وهي مجنونة زنا بها. أبواب الشيطان كثيرة. مرات نحن نقع في الشر، مو لأننا نحب الشر ولا لأن نريد نعمل الشر، لكن لأن الشيطان ذكي معنا، شيطان يخادعنا، شيطان جالس في طريقنا. لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ما يتركنا عدو، فيجينا من باب الخير يلف علينا شوية شوية إلى أن يسقطنا في الشر، أسقطنا في الشر من باب الخير. هكذا لسنا من أهل هذا، نحن في طريق إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، نمشي في هذه الطريق إلى أن الله يطهرنا ويتوب علينا. إذا طهرنا وتاب علينا أحبنا، إذا أحبنا جعل محبتنا في قلوب عباده. الذي كان يعرف كل ذنوبك ويبغضك في الله، بعد ساعة يحبك في الله. كيف تغير قلبه؟ الله حبك فغير قلبه وصار قلبه يحبك. طريقنا هذا بدأناه بأمرين، المحبة فيما بيننا، والحمد لله هذه نجحنا فيها 100%، الحب الذي بيننا حب عظيم. والشيء الثاني أن نخدم ديننا بصدق وإخلاص بقدر الإمكان، وهذا احنا ماشيين به. أثناء هذا المشي يجي شوية إبليس يأخذ من عندنا، يعني ناموسة تقرصنا، ذبابة تقف علينا، طير يرمي شوية نجاسة علينا، هذا حاصل، لكن نحن ما نقف، نغتسل، نتطهر، ننظف، نغير ثوبنا، ما نستسلم، نحن ماشيين إلى الموت حتى نلقى الله تائبين متطهرين. آمين يا رب العالمين. لا تفرطوا في هذه الصحبة بقدر الإمكان. عندك فراغ اسرق من فراغك واركض، شوف إخوانك أحبابك، رؤيتهم عبادة، محبتهم عبادة، الانشغال بهم عبادة. ما فعلت المعصية إلا لأنك انشغلت بإنسان مثلك يحب المعصية، لكن لو صرفت وقتك لمحبة ناس طاهرين حتى لو عصيت، راح يرزقك الله كرامة التوبة، كرامة الحياء، الخوف من الله، الاستغفار الشديد. أهلكتنا الذنوب، أهلكتنا المعاصي، أهلكتنا الشهوات، تنجست عيوننا، تنجست آذاننا، تنجس فمنا، تنجست أيادينا، كل شيء فينا تنجس من المعصية. يكفي، نريد نتوب ونمشي بعد. عاد إذا مشينا لابد ونتوب إلى أن يتوب الله عليه. بارك الله فيكم، بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يديم هذا الجمع ويديم هذه المحبة وهذه الوجوه الطيبة، وإن شاء الله هكذا إلى أن نلقى الله على سرور المتقابلين. آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.